حقيقة الورقة بتاعتنا حاولنا نختصر فيها باعتبار انه احنا عارفين اللي بنستضيف معانا تنظيمات عندها وضعها وعندها دورها وعندها نشاطها في المعارضة السودانية مثل الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة والتنظيم الشاب الائتلاف السوداني من أجل التغيير. وبنعتبر نفسنا نحن كتجمع شباب سودان حر نحن واحد من الأدوات اللي بتطالب بالتغيير وإسقاط النظام. وعشان كده جاءت كلمتنا الأخيرة في اسم تجمع شباب السودان هي الحر، وهذا يعني عدم تقيدنا بأي نظام سياسي أو مسلح أو غيره. نحن بنطالب بالتحاور والتفاكر مع كل التنظيمات السياسية وغيرها شبابية وكل التنظيمات اللي بتطالب بالديمقراطية وعودة الديمقراطية للسودان. ودي فكرتنا بشكل عام حاولنا نطرحها في البرنامج أو في الورش أو الندوات اللي قمناها في الفترة الفاتت من بداية حضورنا في القاهرة. ما نعنيه بالإرهاق السياسي هو أننا أرهقنا تماماً وأرهقنا من الأحزاب السياسية الخاملة الجالسة الآن في الخطوط، وهي بقت سبب لكل الكوارث فيها نحن الآن كشباب. عندما حضرت إصابة المؤتمر الوطني إلى القاهرة للتفاوض مع المجلس العسكري كانت ترد لهم كالآتي: نحن معارضتنا قاعدة في الخطوط. القاعدين